كيف تحقق أمانيك في هذا الشهر الكريم؟ هذه الأدعية الثلاثة أدعو بها الله كل يوم، وسوف ترى عجبا في تحقيق ما تحلم وترنو إليه. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، معظمنا يمر عليه شهر رمضان، ولكن للأسف المردود خفيف جدا. هذا الشهر أخي الحبيب يجب أن تكسب هذا الشهر لتحقق أشياء عظيمة جدا تحلم بها. اليوم أي واحد منا، ما هي مشكلاته؟ ما هي أحلامه؟ ما هي أمانيه؟ تنقسم إلى نوعين: لدينا مشاكل اقتصادية ومشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية، لنقول ثلاثة أنواع من المشاكل. مشاكل تتعلق بضيق الرزق، بضيق الحال، يعني عدم تمكنك من تدبير أمورك، هذه مشاكل مادية وكثير منا يعاني منها اليوم. مشاكل تتعلق، النوع الثاني، مشاكل تتعلق بالهم والغم. مشاكل اجتماعية تتعلق بمشاكلك مع الزوجة والأولاد والأهل والمقربين منك. فإذا ما قضيت على هذه المشاكل جميعا، أنت حققت أمانيك بصورة رائعة. طيب، النبي كيف علمنا ذلك؟ أنا اليوم اخترت لك ثلاثة أدعية، أرجو ألا تغفل عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر منها، وكان يقول إن هذه الأدعية تزيد الرزق وتذهب الهم وتوسع عليك، تجعل لك الفرج من الهموم والأحزان، وتزيد في الرزق وتقضي ديونك. ثلاثة أدعية، كل دعاء عدد قليل من الكلمات. انظر أخي الحبيب، الدعاء الأول الذي اخترته لك وهو مهم جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان عليك مثل جبل صير دينا، وهو جبل عظيم في اليمن كما يقال، أداه الله عنك. تخيل لو أن عندك جبل من الديون، معظمنا ديونه بسيطة لم تصل إلى الجبل، ولكن النبي هنا أراد أن يقول لك مهما كان هذا الدين أداه الله عنك. ما هو الدعاء؟ بكل بساطة، احفظ معي أخي الحبيب، دعاء يتألف من قسمين: قسم يتعلق بالحلال، وقسم يتعلق بالغنى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. سهل جدا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يعني يا رب قرب لي الحلال وأبعد عني الحرام، واجعلني مكتفيا بالحلال لكي لا يلعب الشيطان بعقلي وأذهب للربا وأذهب للغش وأذهب للكذب وأذهب لآكل مال هذا وأكذب على هذا. لا، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. إذن هنا ليس مجرد الكفاية، لا، أغنني أيضا بفضلك عمن سواك، فلا أحتاج أحدا ولا أطلب من أحد ولا ألتجئ لأحد. يا رب أنا أرجو أن تكفيني أنت من الحلال وتغنيني من فضلك، فلا أسأل أحدا غيرك. دعاء يعني ممتع جدا وبسيط وسهل. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. إذن هذا الدعاء الأول، أتصور أننا حفظناه جميعا إن شاء الله. وأنا أريدك وأكرر دائما: لا تترك هذا المقطع إلا وأنت حافظ لهذه الأدعية الثلاثة. هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني أخي الحبيب، نصحنا به النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات.
وقال عليه الصلاة والسلام: من قال هذا الدعاء 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. يعني إنسان يخاف من الموت يكفيك الله هذا الخوف، إنسان يخاف من القبر يكفيه الله عذاب القبر، إنسان يخاف من الآخرة يكفيه الله هم الآخرة. سبحان الله، دعاء. طيب ما هو هذا الدعاء؟ حسبي الله، حسبي الله، الله يكفيني، هذا المعنى. لا إله إلا هو التوحيد، لا إله إلا هو، عبارة سهلة جدا، لا إله إلا هو. ثم التوكل، عليه توكلت. ثم العظمة، وهو رب العرش العظيم. سهل جدا، صدقني هذا دعاء سهل، يمكن أن تحفظه بدقيقة واحدة، ولكن كثير 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 من الناس يغفل عنه. والنبي يؤكد أن الله يكفيك هم الدنيا والآخرة، هموم الدنيا والآخرة، هموم الدين، هموم المشاكل، هموم ضيق الرزق، هموم أي شيء تتصوره، كل الهموم تكفى، يكفيك الله كل الهموم. إذن احفظ معي أخي الحبيب، حسبي الله، يعني يا رب أنت تكفيني. لا إله إلا هو، أنا أعترف أنه لا إله يستطيع أن يضر أو ينفع أو يكفيني إلا أنت، ولا إله يرزقني إلا أنت، ولا إله يدفع عني السحر والشر والأذى والحسد إلا أنت. يجب أن تفكر أيضا بمعنى الدعاء. عليه توكلت، أنا توكلت عليك يا الله وأنت تفعل ما تشاء، وهو رب العرش العظيم. فيا رب أنت رب العرش العظيم، لا يعجزك شيء، فتستطيع أن تكفيني، ترزقني، وتحفظني، وتشفيني، وتحقق لي ما أريد. إذن أخي الحبيب احفظ هذا الدعاء: حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. 4 أجزاء: حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. 7 مرات كل يوم. الدعاء الثالث أخي الحبيب، يعني هو من أهم الأدعية. أنا يعني كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغفار، أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث صحيح يقول فيه: من لزم الاستغفار. ما معنى لزم؟ يعني ليلا نهارا يستغفر الله في كل مناسبة، يستغفر الله في كل مناسبة، يلزم الاستغفار، يداوم على الاستغفار. من لزم الاستغفار، ما هي النتيجة؟ جعل الله له من كل هم فرجا. كل هم تعاني منه يجعل الله لك فرجا منه، أكثر من الاستغفار. ومن كل ضيق مخرجا. أنت الآن في أزمة، لديك مشكلة معينة لا تستطيع أن تحلها، استغفر الله، يجعل الله لك من هذا الضيق الذي أحاط بك مخرجا. ما معنى من كل ضيق؟ يعني ضاقت بي الدنيا، أنا أمام مشكلة لا أستطيع حلها، الاستغفار فيه قوة يلهمك الله طريقة للحل. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. والله كلنا نتمنى أن يرزقنا الله من حيث لا نحتسب، كل واحد منا يتمنى، حتى الغني يرجو مزيدا من الرزق، كل الناس يتمنون أن يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. فإذا يعني الاستغفار هذا يحل مشاكلك النفسية والاجتماعية والاقتصادية،
استغفار فقط، أن تقول أستغفر الله العظيم، أو أستغفر الله، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صيغ كثيرة للاستغفار، ابحثوا على الإنترنت تجدون هذه الصيغ. إذن أخي الحبيب، احفظ هذا الحديث، احفظه لكي تدرك أهمية الاستغفار ولا تغفل عنه أبدا. إذا ضاقت بك الدنيا، أصابك مرض ولم تجد علاجا، أكثر من الاستغفار، واحفظ معي: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الدعاء الذي قبله كما قلنا: الذي يكفيك الله به هم الدنيا والآخرة 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والدعاء الأول: الذي يغنيك الله ويكفيك: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. نسأل الله عز وجل أن يغنينا جميعا من فضله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.